يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدتي رحمة الله عليها قد توفيت قبل 5 أشهر، فهل يجوز أن أضحي لها بأضحية خاصة بها وأن أضحي بأضحية ثانية عني ولأهلي؟ جاز، جواز جائز، لكن كونك تجتمعون كلكم وهي ضحية واحدة هذا هو السنة، لأنه ما ينبغي الإسراف في ذبح الأضاحي. الأضحية تجي عن الرجل وأهل بيته ولله الحمد. نعم.